الاستكشاف الإسلامية الجزائرية حاضرة منذ قبل الاستقلال. صح. منذ مؤسسة أنه أسسها الشهيد محمد بوراس رحمة الله عليه وكل شهداء إن الأبرار. بعدها كانوا من بين 22 الذين فجروا الثورة، 18 منهم قادة كشافة إسلامية جزائرية، وهذا دائما إحنا كشباب وكقادة كشفيين نعتز بهذا الإنجاز. كشافة إسلامية جزائرية كانت حاضرة قبل الثورة وأثناء الثورة وبعد الثورة، والآن أيضا بعد كل المراحل التي عاشتها الجزائر بعد الاستقلال. مثلا كشافة إسلامية جزائرية كانت حاضرة في جميع الأزمات والجبهات التي كانت تعيشها الجزائر، مثلا كالزلازل التي حدثت في الجزائر وولاية بومرداس سنة 2003، الحرائق مؤخرا. نعم، ترحموا على شهداء الزلازل والحرائق. أيضا كشافة إسلامية جزائرية كانت سباقة في هذه الحملات الدعم تطوعية. نعم، كانت لديها أيضا قوافل لكل الولايات التي أصابتها الحروق الحرائق آنذاك، عفوا، كولاية سكيكدا وطارف إلى آخره. أيضا كشافة إسلامية الجزائرية كانت حاضرة في جائحة كورونا. صح. كانت حاضرة على مدار 24 ساعة، كانوا مجندين، والحمد لله هذا من فضل ربي. ترحموا أيضا على شهداء كورونا، ربي يرحمهم ويجعلهم من أهل الجنة. أيضا كانوا قادة كشفيين أصابهم الفيروس أثناء أداء المهام تاعهم، رحموا عليهم بالمناسبة. نعم، حبيت نعرف أيضا على انخراط الشباب اليوم في الكشافة، هل كاين يعني انخراط كبير؟ هل عم يلتحقوا كما كانوا من قبل؟ واحد فيكم يجاوب، تفضلي سيدك. طبعا على عبر السنوات كاين انخراط كبير، كاين بزاف الاولياء اللي يحبوا ينخرطوا ولادهم في الكشافه. نعم. الكشافه هي مدرسه ثانيه بعد المدرسه اللي يروحوا لها التلاميذ، يعني يتعلموا المسؤوليه، يتعلموا القواعد الكشفيه، يتعلموا بالممارسه. يعني كاين بزاف الاولياء اللي يهمهم انهم يسجلوا ولادهم في الكشافه الاسلاميه الجزائريه. صح. واليوم لما الطفل ولا اللي مشاهدوا فينا لما يلتحق بالكشافة الوطنية الجزائرية، شنو هي أبرز الأشياء اللي يتعلمها؟ وشنو هي القيم اللي دور الكشافة أنها تغرسها في هذا الشباب؟ ولما يجي الكشافة وش حيتعلم؟ أولا نقول لكل شيء يتعلم حب الوطن. جميل. ثانيا يتعلم المسؤولية. تهدف الكشافة إلى غرس حب الوطن وتعليم الأطفال المسؤولية، القيم الدينية، الموروث التاريخي، تمتين العلاقة بين الكشاف والمجتمع تاعو. يدخل يعني الكشاف نلاحظوا يشاهد بزاف في حملات تحسيسية، حملات تحسيسية حتى في الدخول المدرسي يشاركوا الأطفال الأفواج الكشافية. يعني نقدروا نقولوا تقريبا عنده علاقة وطيدة بالمجتمع. جميل. غرس قيم تربوية ودينية واجتماعية. جميل. كما قالت الأستاذة على لديها 200,000 منخرط على مستوى الوطني. جميل، بمختلف المكاتب. نعم، لديها 58 مكتب ولائي، نسموه مكتب محافظة ولاية الجزائر بيد جميع الولايات. جميع ولايات الوطن. نعم، احنا في العاصمة عندنا 107 أفواج على مستوى العاصمة، متواجدين على 57 بلدية الحمد لله. على مستوى القيادة العامة عندنا استراتيجية ورؤية لسا ل 2036 إن شاء الله باش نوصلوا إلى 1.5 مليون كشاف على روح شهداء. نعم، نفس العدد يعني. نعم، رؤية القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية. لدي أيضا استراتيجيات لوصول هذا العدد لتمكين الشباب ودعم عنصر الفتاة من خلال الأنشطة والبرامج التي تقوم بها على مستوى القيادة، على مستوى أيضا الآن بالأمس يحدث الآن مستوى ولاية البوليدة على جبال شريعة تحت رعاية سامية لوالي ولاية البوليدة وتحت إشراف القيادة العامة للكشافة الإسلامية الجزائرية. القسم الوطني للكشاف المتقدم ينظم اللقاء الوطني للعرفاء الطلائع بمشاركة 50 ولاية. طبعاً. 50 ولاية حاضرة في البوليدة ليعيشوا على حياة الخلاء، لأنه كما قالت القائدة من عناصر الطريقة الكشفية حياة الخلاء. جميل. عندنا 8 عناصر الطريقة الكشفية ومن بينها حياة الخلاء اللي يعيشها الكشاف في الغابة ويتعلم هذيك المسؤولية وهذيك يعيش حياة الخلاء.